مشاهدينا الكرام في كل مكان بنرحب بكم في حلقه جديده من برنامجكم عبر الكتاب. كيف وصل الينا الكتاب المقدس؟ هذا السؤال المهم هو موضوع حلقه اليوم والذي سوف نجيب عليه بالشرح والتحليل. كتب الكتاب المقدس المكون من 66 سفرا في فتره تتراوح ما بين 1500 الى 1600 سنه تقريبا. وكتبه حوالي 40 كاتب. كان منهم القائد والقاضي النبي والملك والكاهن منهم من كان مشهورا ومنهم من كان أيضا مجهولا منهم الفيلسوف ومنهم صياد السمك ومنهم جاب الضرائب والطبيب كتب في ثلاث كرات وفي بلاد مختلفة كتب في ظروف سياسية واقتصادية ودينية مختلفة لكنه بالرغم من كل هذا جاء الكتاب المقدس متسقا ومتناغما في الموضوع لكن كيف جمع ومتى أدرك شعب الرب في العهد القديم وشعب الرب في الكنيسة العهد الجديد أن هذه الأصفار الستة وستين هي كلام الله ورسالته للإنسان متى وكيف صار الكتاب شاملا كتابا كاملا هذا هو موضوع حلقتنا اليوم ولهذا دعوني أبدأ بأذكر حضراتكم بأنه برنامجنا هو برنامج آآ آآ مباشر ومن أجل هذا يسعدنا استقبال مكالماتكم ومداخلاتكم واستفساراتكم بخصوص هذا الموضوع المهم كيف وصل إلينا الكتاب المقدس؟ في أو لو حبينا نحط الموضوع ده بمر يعني بكلمة بنستخدمها دايما كمسيحيين بنقول قانونية الأسفار المقدسة قانونية الأسفار المقدسة الكلمة قانونية هي كلمة مشتقة من اللغة اليونانية اللي جاية كلمة كانون وبتعني العصات المستقيمة هي عصات مستقيمة كانت تستخدم زمان للقياس ف... فأي حاجة تحب أن أنت تعرف إلى أي مدى هذا ال... 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 الشيء واصل إلى قمة القياس كانت تستخدم هذه العصات المستقيمة عشان كده لما نقول أنه القانونية الأسفار بمعنى القانون الأسفار التي اعتبرت وقبلت وأعلنت من خلال الكنيسه عندما ادركتها الكنيسه وادركتها المجامع اليهوديه وادركها شعب الرب على مدار التاريخ كله ان هذه الاسفار هي كلمه الله الموحى بها. قانونيه الاسفار المقدسه ترتبط بتحديد اي من الاسفار موحى بها لتصبح جزء من الكتاب المقدس واي من الاسفار غير موحى بها فلا تحسب جزء من الكتاب المقدس يعني احنا عندنا 66 سفر في الكتاب المقدس لماذا 66 ليه مش 65 او 67 ليه 66 سفر قابلتهم او قبلناهم في الكتاب المقدس ليكونوا جزء من الكتاب المقدس المكون الكتاب المقدس الذي هو مكتبة شاملة تحتوي على 66 سفرا اول حاجة حابب ان انا اوضحها انه الأسفار المقدسه الموحى بها من الله لم تصر موحى بها من الله عندما قبلتها المجامع المقدسه والكنيسه يعني يعني لو انا عندي مثلا سفر زي سفر آه اشعياء سفر اشعياء لم يصر سفرا موحى به من الله لما شعب الرب في العهد القديم قبله ويز. لكن لانه سفر موحى به من الله لانه بيشهد عن نفسه لان الكلمة التي فيه تشهد عن انه الذي اعطاها والذي اوحى بها هو الروح القدس فالكتاب المقدس او الاسفار تحمل في ذاتها شهادة تؤكد انها موحى بها من الله وعندما قبلتها الكنيسة او قبلتها المجامع المقدسة كانت إدراك لأنه هذه الاسفار هي أصفار موحى بها من الله يعني مش لأنه زي ما قلت من البداية إنه مش لأنه المجامع قبلتها صارت أصفار موحى بها بل لأنها أصفار موحى بها قبلتها الكنيسة وقبلتها المجامع المقدسة فدور المجامع ودور شعب الرب ودور الكنيسة كان الإدراك أنه تدرك أن هذا السفر موحى به من الله فبالتالي مش ممكن أبدا يكون زي أي كتابات أخرى لكنه سفر موحى به من الله يحمل رسالة الله للبشرية أنا بشبهها دائما بإسحاق نيوتن دور إسحاق نيوتن اللي اكتشف قانون الجاذبية الأرضية كلنا نعرف ان قانون الجاذبيه الارضيه موجود موجود من امتى موجود من ساعه لما ربنا خلق الكون في البدء خلق الله السماوات والارض فمنذ بدء الخليقه الله اوجد هذا القانون كويس لانه مهم جدا للخليقه وللقيام بوظائفها ان يكون هذا القانون موجود فالله اوجده قانون الجاذبيه موجود لكن قانون الجاذبيه اكتشف من اسحاق نيوتن فاسحاق نيوتن لم يخترع قانون الجاذبيه الارضيه لكنه اكتشف قانون الجاذبيه الارضيه الكنيسه لم تخترع الاسفار المقدسه لكن الكنيسه اكدت ان هذه الاسفار هي اسفار مقدسه اكتشفت من خلال عمل الله من خلال هذه الكلمه المكتوبه ان هذه الكلمه المكتوبه هي كلمه الله فدور المجامع ودور شعب الرب كان قبول واكتشاف أنه هذا السفر هو سفر موحى به من الله زي البستاني صاحب البستان اللي عنده في البستان أنواع مختلفة من الظهور ولما حد بيمشي معاه في البستان هو بياخد وردة من هذا النوع ويعطيها وياخد وردة أخرى في الآخر بيبقى عندي بوكي جميل من الورد هذا الورد موجود لكنه في الآخر كون لنا بوكيه من هذا الورد السته وستين سفر الموجوده في كلمه الله طب من اين نبدا وده سؤال مهم جدا احنا بندرس دلوقتي كيف وصل الينا الكتاب المقدس وطبعا احنا للاسف في مجتمعاتنا الشرقيه اوقات كتيره فكرنا بيبقى مختلط بالفكر الاسلامي أو متأثر بالفكر الإسلامي وكلمنا عن الوحي وقلنا أن الوحي ليس هو وحي إملائي أنه أكتب كذا وكذا 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 وانتهى الموضوع في ليلة وخلص الموضوع وبعد كده يعني اتجمع وبعد كده اتحرق وبعد كده عملوا نسخة منه تاني إلى آخر الأجزاء دي لكنه الكتاب المقدس اتكتب على فترة 1500 سنة وكتبه أكثر من 40 كاتب واتكتب في القارات المختلفة وفي بلاد مختلفة. فبالتالي كيف وصل الينا الكتاب المقدس؟ كيف وصل الينا الكتاب؟ نبدا من الاسفار العهد القديم، قانونية اسفار العهد القديم. العهد القديم اللي بيتكون من 39 سفر، كيف وصل الينا العهد القديم؟ ابدا اولا بموسى. يعني أول أسفار عندي هي أسفار موسى اللي بنسميها التوراة أو أسفار موسى الخمسة اللي بسموها آآ آآ بيسموها بنتاتوخ بيسموها الناموس ويطلق عليها الناموس يطلق عليها التوراة يطلق عليها أسفار موسى الخمسة يطلق عليها ناموس موسى إلى آخر الأسماء اللي ممكن يطلق عليها لكنها الخمس أسفار الأولانيين تكوين والخروج ولوين وعدد والتثنية بيقول لنا اولا في سفر الخروج ان ربنا قال لموسى يكتب ربنا قال لموسى يكتب فامر الكتابه اتى من عند الله ويكتب اللي ربنا قاله عليه يكتب كل حاجه ربنا قالها له بيقول الكتاب فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الله خلوا بالكم ليست افكار اقوال يعني ربنا قال اقوال وده فكره قلناها ان الوحي الكتابي هو وحي لفظي يشمل الالفاظ الكلمات انه فجاء موسى وحدث الشعب بجميع اقوال الرب وجميع الاحكام فاجاب جميع الشعب بصوت واحد وقالوا كل الاقوال التي تكلم بها الرب نفعل فكتب موسى جميع اقوال الرب وبكر في الصباح وبنى مذبحا في اسفل الجبل و12 عمودا لاسباط اسرائيل 12 يبقى موسى قال للشعب ان ربنا قال الكلام دون والشعب قال احنا هنطيع الرب في كل ما قاله لنا الرب فكتب موسى وهذا حتى امر الكتاب مذكور ايضا في اجزاء اخرى ان الرب هو اللي قال لموسى يكتب فكتب موسى جميع اقوال الرب كتبها موسى ووضعها في كتاب فعندما يقول الكتاب في سفر التثنيه 31 فعندما كمل موسى كتابه كلمات هذه التوراه في هنا كلمه توراه تعليم الشريعه فعندما اكمل موسى كتابه كلمات هذه التوراه في كتاب الى تمامها يبقى هو كتبها في كتاب كتبهاش على حجاره ولا كتبهاش كتبها في كتاب امر موسى اللويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراه كويس؟ هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا عليكم. عشان كده احنا بنقول ان التوراه هي زي وحده واحده مكونه من خمس فصول ها كل فصل بيهتم بموضوع بي معين فالتكوين بيهتم بخلق بي الله الكون وخلق الله لاسرائيل، الخروج بيهتم بالله بي الذي فدى شعبه من ارض اسرائيل، لو بيتكلم عن كيف يعيش الشعب بقداسة سفر التسنية بيتكلم عن قيادة الله وتأديب الله السفر السفر العدد سوري بيتكلم عن تأديب الله وقيادة الله لشعبه وسفر التسنية هو تأكيد للشريعة اللي أعطاها الرب لشعبه من خلال موسى فهي سف أو جزء واحد كتاب واحد مش كده هي دايما محطوطة في سكرول واحد درج واحد يعني لو شفنا كل الكتابات القديمة والمخطوطات القديمة نجد أن التوراة محطوطة في لحد النهاردة في كل المجامع اليهودية التوراة عبارة عن درج واحد وحدة واحدة مكونة من خمس أجزاء كل فاصل ما بين صفر والتاني بيبقى حوالي ثلاث ثلاث سطور مسافة ثلاث سطور وبيبدأ السفر الآخر فربنا قال له اكتب وضعها في تابوت عهد الرب طيب يقول ايضا آآ آآ شاهد اخر مهم جدا شاهد ده مهم ليه لان الشاهد ده بيقول لي ازاي تناقلت التوراه يعني يعني ازاي تناقلت من جيل الى جيل باي وسيله تناقلت وعندما يجلس على كرسي مملكته هنا الشرائع الخاصه في سفر التثنيه اصحاح 17 بيتكلم عن الشرائع الخاصه بالملك عندما ياتي ملك ويملك كويس فيجلس على كرسي مملكته ويكتب خلوا بالكم هنا دي دي نقطة مهمة جدا الملك اللي يجي مهمة من مهماته أول مهمة من مهماته أنه يكون عارف الدستور اللي هيحكم به طب إيه الدستور اللي هيحكم به هو التوراة هو شريعة الله اللي أعلنها الله لموسى ويكتب لنفسه نسخة كوبي وهنا بنشوف أنه النسخة بيتعمل منها نسخة يعني آه مش نسخة واحدة بتت... بتت... بتتناقلها الأجيال لكنه ممكن نسخة أصلية بتعمل منها كابي عشان كده بيجي فكرة الكاتب اللي بينسخ الناسخ من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة لوين يعني يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الك... الكتاب الأصلي موجود عند الكهنة لوين في تابوت عهد رب فهو مهمته أنه يأخذ هذا الكتاب وينسخ منه نسخة فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة وهذه الفرائض ليعمل بها أنا مش بيها زي زي ما يكون عندنا زي مثلا الدستور الأمريكاني أو أنه, إنه موجود الدستور لكنه كل رئيس بيجي لابد انه يكون عنده نسخه من هذا الدستور ليه لانه هذا الدستور هو اللي بيحكم ال 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 البلد هو اللي بيحكم هو بيقول لي اعمل ايه ودوري ايه ومسؤوليتي ايه وواجباتي ايه وكل الاشياء دي فده مهم جدا انه كان الملك يبقى عنده نسخه من كتاب التوراه ليحكم بها طيب خليني اخد مداخله من الاخ ابو مهند ونكمل مع بعض دراستنا في كيف وصل الينا الكتاب المقدس. الو. الو مساء الخير. مساء النور يا اخ ابو مهند. تحيه محبه للدكتور اشرف عزمي. اهلا وسهلا بحضرتك. لدي لدي كلمه تقول الكتاب المقدس الكتاب المقدس لوحه مرسومه لربنا سوى المسيح. ليس, تعد ايه؟ ليس ايه؟ ليس ايه؟ لوحه مرسومه آه. لوحه لوحه مرسومه اوكي مرسومه آه. يسوع المسيح صح م. تعد الاناجيل الشخصيه الرئيسيه في اللوحه طبعا هو الخلفيه التي تشير الى الشخصيه هي الرئيسيه وتقود اليها ولا شك أن في لها أهمية أساسية في التكوين الكلي، أما الرسائل فهي تمثل الرداء أو مستلزمات الشخصية المرفوضة إذ تشرحها وتوضحها، وعندما نقرأ الكتاب المقدس كله، نحن ندرس اللوحة كوحدة كلية فتحدث المعجزة وتنبت الحياة بالرسم ويخرج من اللوحة الشخصية الرئيسية المسيح أكيد الابدي. بالتاكيد بالتاكيد أشكر. كلمة, كلمة 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 ثانية آه الكتاب المقدس بنعرف انه آه 39 سفر العهد القديم ايوه 27 للعهد الجديد لكن عندي منشور بقول انه العهد القديم كان يعتبر 22 صفر ايوه على عدد احرف الهجاء في اللغه العبريه و24 صفر على احرف الهجاء في اللغه اليونانيه اوكي ما طيب. رايك طيب في هذا لا. لا. احنا هنتكلم حاضر نتكلم عن اسفار العهد القديم وحتى لو هم 22 هنشوف ان ال 22 دول هم اساسا 39 يعني هنشوف ازاي ازاي انه ال 39 اللي عندنا النهارده هم نفسهم 22 بيعتبروا 22 لانه في اصفار بتبقى مع بعض ال 12 نبي من الانبياء الصغار بيعتبروا صفر واحد صمويل الاول صمويل الثاني ملوك الاول ملوك الثاني اخبار الايام الاول اخبار الايام الثاني دول كلهم ايضا ما فيهوش اول وما فيش ثاني فبيعتبروا اصفار واحده وعشان كده كلهم موجودين لكنه العدد بتاعهم شويه مختلف. أشكرك أخ أبو مهند طبعا الكتاب المقدس هو فعلا يعني مركزه ومحوره هو شخص الرب يسوع المسيح الصورة الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء وبأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه فهو كمال إعلان الله وكل الكتاب بيشهد عن يسوع المسيح طيب احنا بنتكلم انه ازاي ازاي بدات التناقل، ازاي بدات فكره انه ياخد نسخه وينقلها فبدات مع اه اهميه وجود النسخه مع الرؤساء، مع الملوك اللي كانوا بيملكوا. لما نيجي لايام يشوع ايام يشوع الرب قال يشوع هذه الكلمات، لا يبرح سفر هذه الشريعه. انهي سفر؟ السفر اللي كتبه موسى. اللي حطه موسى في تابوت العهد سفر التوراة اللي كلم عنه لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهك فيه نهار لأنك أنت جاي لكي ما تقود الشعب بعد موسى فكل الشرائع التي أعلنتها لموسى لابد أنك أيضا تعيش بها ولا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك يقول الكتاب لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لانك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح يعني اي واحد بيحكم بكلمه الله بينجح وبيفلح ده الرب قاله ليشوع انه لا يبرح سفر هذه الشريعه من فمك كمان نجد في اصحاح 11 يقول الرب كما امر الرب موسى عبده هكذا امر موسى يشوع وهكذا فعل يشوع لم يهمل شيئا من كل ما امر به الرب موسى يعني يشوع عاش ونفذ بالضبط اللي مكتوب في شريعة موسى شريعة الرب الأنبياء يبقى احنا اتكلمنا عن فترة موسى اتكلمنا عن فترة يشوع وشفنا انه التوراة اتنقلت من من موسى الى يشوع لكي ما يعيش بها ولا يبرح سفر هذه الشريعة من فمه نيجي بقى الى فترة الأنبياء والانبياء كتاباتهم وصفت طبعا بجانب بنجد دعوات الله للانبياء يعني كل من الانبياء ربنا دعاه دعوه نجد هذه الدعوه موجوده في بدايه السفر يعني لما نجد عن نتكلم عن ارميا انه انه الرب دعاه من بطن امه الرب خصصه الرب اختاره لما نجد اشعياء نجد انه الرب دعاه في اصحاح ستة انه من ارسل ومن يذهب من اجلنا فقالها انا ذا فالرب اعطى له الرساله بنجد ايضا حسقيال انه زي الرب دعاه بنجد الانبياء الاثنى عشر بنجد هوشع يؤيل عموس كل هؤلاء ربنا دعاهم دعوة خاصة فبنجد الدعوة لهم ليكونوا أنبياء الله اللي يحملوا رسالة الله للعالم وللشعب اليهودي هذه الدعوة هي أساس هي أساس ما كتبوا أن ما كتبوا موحى به من الله وصف النبي إشعياء نبوته على أنها الشهادة وهي أيضا الشريعة يقول كده سر الشهادة أختم الشريعة أختم الشريعة بتلاميذي كمان الرب أوصى إرميا أنه يكتب وحكاية أرمية حكاية جميلة جدا ليه؟ أنا حابب أرجع للنص ده يمكن النص اللي موجود قدام حضراتكم على الشاشة موجود منه جزء بس صغير لكن أنا حابب أرجع للجزء ده علشان الجزء ده بيورينا قد إيه الله اللي بيعطي الكلمة هو ايضا قادر انه يحفظ الكلمه. الله اللي بيعطي الكلمه هو بيحفظ الكلمه. فلما نيجي الى سفر ارميه وأصحاح 36 آه نجد هذه الكلمات. ايه اللي حصل في اصحاح 36؟ اصحاح 36 آه ابتداء من عدد واحد وكان في السنة الرابعة ليهيقيم بن يوشية ملك يهوذا وهو لم يكن من الملوك الأبرار لكنه كان ملك شرير أن هذه الكلمة صارت إلى أرميا من قبل الرب قال خذ لنفسك درج سفر رب قال أرمية خذ لنفسك درج سفر واكتب فيه كل الكلام الذي كلمتك به على إسرائيل وعلى يهوذا وعلى الشعوب يعني اكتب فيه كل النبوات اللي أنا كلمتك بها من اليوم الذي كلمتك فيه من أيام يوشيا إلى هذا اليوم يعني الرب كمان بيحط الإطار التاريخي للدعوة إرمية النبي لعل بيت يهوذا يسمعون كل الشر الذي أنا مفكر أن أصنعه بهم طبعا هنا الشر ليس معناه شر لكن الشر هنا بمعنى العقاب الدينونة الإلهية لأنهم تركوا شريعة الرب وعبدوا الأوثان فيرجعوا كل واحد عن طريقه الردي فاغفر ذنبهم وخطيتهم فدعا ارميا باروخ بن نيرية فكتب باروخ من عن فم ارميا يعني الكاتب التربرايتر الكمبيوتر اللي كان بيكتب يعني النهارده احنا عندنا اكتر من برنامج عندنا برنامج اسمه دراجون وعندنا كذا برنامج مجرد ان انت تتكلم بيكتب يعني بدل ما انت تقعد توجع صوابعك وتقعد تايبنج في كذا برنامج موجود الكاتب اللي كان بيكتب لأرمية ما يقوله أرمية كان أرمية يتكلم وكان الكاتب باروخ يكتب ما يقوله أرمية كل كلام الرب الذي كلمه به في درج سفر وأوصى أرمية باروخ قائلا أنا محبوس لا أقدر أن أدخل بيت الرب فادخل أنت وأقرأ في الدرج الذي كتبت عن فمي كل كلام الرب في أذان الشعب في بيت الرب في يوم الصوم واقرأ ايضا في اذان كل يهوذا القادمين من مدنهم الى اخر هذا الجزء وبعدين بنقرا بعد كده انه الملك الملك عملي الملك اول ما سمع كلام هذا سفر اخذ السفر وقطعه ورماه في في النار انه ورمى في يحرق بالنار لكن في عدد 27 ثم صارت يعني ممكن لحد هنا نقول ايه يا كلمة ربنا ضاعت. يعني دلوقتي أرميا كتب كل النبوات اللي ربنا قال له عليها الخاصة بإسرائيل والخاصة بيهوذا والخاصة بجميع الأمم والشعوب. وبعدين لما الملك اتغاظ من الكلام اللي مكتوب خد السفر ورماه في النار وحرقه بالنار يبقى كلمة ربنا ضاعت. بنشوف بقى الجمال قد إيه ربنا فعلا بيحفظ كلامه. في عدد 27 ثم صارت كلمة الرب إلى أرمية بعد إحراق الملك الدرج. والكلام الذي كتبه باروخ عن فم أَرْمِيَا قائلة قائلة خذ عد فخذ لنفسك درجا اخر الرب بيكلم أرمية بيقول له ارمية روح خذ درج اخر واكتب فيه كل الكلام الأول كل الكلام الأول الذي كان في الدرج الأول الذي احرقه يهياقيم ملك يهوذا وقل ليهوياقيم ملك يهوذا هكذا قال الرب انت قد أحرقت ذلك الدرج قائلا لماذا كتبت فيه قائلا مجيئا يجيء ملك بابل لذلك هكذا قال الرب عن يهوياقيم ملك يهوذا لا يكون له جالس الى اخره فالرب كتب كل الكلام مره ثانيه الذي اعلنه من خلال ارميا. فالرب الذي اعطى الكلمه لارميا. وضاعت الكلمه في الدرج الاول هو ايضا امر ارميا ان ياخذ درجا اخر ويكتب فيه كل الكلام الذي كتبه اولا ويضيف عليه ايضا اعلانات اخرى من عند الرب شهاده دانيال دانيال النبي مع انه دانيال كان موجود في السب في بابل ومع انه ارميا كان موجود في اورشليم كويس وما بين بابل وما بين اورشليم مسافه ما بين الاثنين حوالي 900 ميل يعني انت بتتكلم على يمكن ألف 1500 كيلو سفر الا انه كلمات النبي ارميا اللي قالها في اورشليم وصلت الى بابل الى دانيال ودانيال قبل كلمات النبي ارميا وكتابه ارميا كويس وقال عنها انها كلمات الرب شوفوا إيه. انا دانيال فهمت من الكتب انهي كتب فهم من الكتب الكتابه ارميا النبي عدد السنين التي كانت عنها كلمه الرب الى ارميا النبي الاثنين كانوا معاصرين لبعض المسافه بينهم كبيره لكن نبوه ارميا اعتبرت من دانيال انها كلمه الرب فالكلام اللي قاله الرب على لسان النبي ارميا. طيب آه معانا مكالمة آه بن عليا من الجزائر. الو نعم ايوه اتفضل عروف. الو الو معاك السلام عليكم اهلا وسهلا بيك لبارك. اتفضل. لبارك. عندك سؤال اتفضل لا تعال على الكتاب، الكتاب مو حبيب من الله ولا ناس ناس ولا مو حبيب من الله لا أنا مش مش أتكلم بالراحة الكتاب الكتاب ممكن... ممكن تكلمني الكتاب ناس ولا مو حبيب من, ال... ال... من الله ال أنت بتتكلم على الإسلام مو حبيب من الله؟ نعم الكتاب طيب وإيه سؤالك؟ لا, لا عيسى المسيح المسيح مالو المسيح, المسيح انت انت وش تقول على المسيح عيسى ابن مريم طيب كمل حضرتك انا سامع انا معاك المسيح المسيح انت وش تقول لا المسيح المسيح عيسى مالو وتبقى خير على خير ونشكرك على البرنامج والى اللقاء الرب معاك اشكرك معلش انا الصوت كان شويه مش مش واضح لكن غالبا كان سؤال عن المسيح ابن مريم طبعا احنا احنا كمؤمنين مسيحيين بنؤمن ان يسوع بحسب الجسد هو ابن مريم وابن داود بحسب الجسد لكن ايضا المسيح هو كلمه الله المتجسد الكلمه الذي صار جسدا وحل بيننا وراينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب. اشكرك آآ آآ بن علي اشكرك بن علي. طيب تقسيمه العهد القديم احنا اتكلمنا عن توراه واتكلمنا ازاي انه اتنقلت الاسفار والانبياء كتبوا الى اخر لكن ازاي بتقسم العهد القديم وده كان سؤال ايضا سالنا ابو مهند بخصوصه العهد القديم بالنسبه لليهود يعني لو انا لو انا عندي الكتاب العبري بتاع اليهود اللي هو بس العهد القديم العهد القديم العبري بينقسم الى ثلاث اقسام اساسيين كويس وأول قسم بيبقى اسمه التوراة وتاني قسم الأنبياء وتالت قسم الكتب كويس اه أو تورا فييم كتبيم وعش كده بيطلق عليه أيضا حتى بالعبري تناك تناك يعني الحرف الأول من الكلمة توراة والحرف الأول من كلمة أنبياء والحرف الأول من كلمة كتب بتديني الكلمة تناك العهد القديم انه على انه توراه انبياء وكتب التوراه بتتكون من خمس اسفار زي ما قلت خمس اسفار تكوين خروج لوين وعدد وسفر التثنيه ده التوراه فهم خمس فصول ل يعني لي لسكرول واحد لدرج واحد خمس اسفار بنيجي للانبياء بالنسبه للكتاب العبري الأنبياء شوية في ترتيبهم مختلفين عن الأنبياء عندنا في العربي أو في الإنجليزي الأنبياء في الكتب في الكتاب العبري اليهودي منقسمين إلى قسمين أنبياء متقدمين وأنبياء متأخرين يعني former and later prophets فالأنبياء المتقدمين دول بيشملوا يشوع وقضاء وصموئيل الأول وصموئيل الثاني وملوك الأول وملوك الثاني كويس يبقى دور الانبياء المتقدمين الانبياء المتاخرين بيشملوا اشعياء ارميا حزقيال و12 نبي اللي هم الانبياء الصغار مش ضمنهم دانيال دانيال ما بيعتبرش واحد من الليسته الانبياء بالنسبه لليهود بيجي هنا بعد كده بتيجي الكتب الجزء الاخير والجزء الاخير في الكتب آه متكون بيبدا بالاسفار الشعريه الاسفار الشعريه اولهم سفر المزامير وبعدين الامثال وبعدين سفر ايوب يعني الثلاثه موجودين مع بعض مزامير وامثال وسفر ايوب وبعدين اسفار الاعياد بنسميها او بيسموها ذا فايف ميجالوث او ال السفر واحد من سفر واحد سكرول واحد درج واحد في خمس اسفار موجودين هذه الخمس اسفار خاصه بالاعياد تقرا ويحتفل بها في الاعياد نشيد الانشاد وسفر استير وسفر الجامعه ومراثي ومراثي ارميه و دول خمس اصفار موجودين بنسميهم اصفار الاعياد الخمسه وبعدين الاصفار التاريخيه بتبدا بدانيال وبعدين عزرا ونحاميه وبعدين اخر اخر جزء اللي هو اخبار الايام الاول واخبار الايام الثاني ده الكتب دي دي القسم الاخير عشان كده لما الرب يسوع يقول كما هو مكتوب في ناموس موسى والانبياء والكتب يبقى احنا عارفين انه بيتكلم عن كل العهد القديم واوقات كتير الرب يسوع ايضا يقول كما هو مكتوب في مزمور في توراه في ناموس موسى وفي الانبياء وفي المزامير ليه المزامير؟ لانه اول سفر من هذه الـ 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 الوحده من هذا القسم هو سفر المزامير، واكبر سفر فيها هو سفر المزامير، فكانوا اوقات يقولوا بدل كتب يقولوا مزامير، لكن هو بيعني كل العهد القديم مشتمل معا وموجود معا. الترجمه السبعينيه قسمت الكتاب المقدس تقسيم العهد القديم تقسيم مختلف وده اللي احنا اخذنا منه بعد كده الترجمات ووصلنا الى الترجمه العربي اللي بين ايدينا. قسمت الكتاب المقدس العهد القديم مش الى ثلاث آه، اقسام زي ما كانوا موجودين لكن الى خمس اقسام قسمتهم الى التوراة دي الوحدة متفقين عليها وبعدين دخلت الأسفار التاريخيه اعتبرت اعتبرت يشوع وقضاة ورعوث و آه، صمويل الاول وصمويل الثاني، ملوك الاول ملوك الثاني آه، وكمان آه، اخبار الايام الاول اخبار الايام الثاني وعذره ونحمية واستر اعتبرت الجزء ده جزء تاريخي. وبعدين الاسفار الشعريه ضمت مش ثلاثه زي ما احنا ما قلنا في القسم العبري لكنه ضمت خمسه آه، عندنا ايوب ومزامير وامثال وجمعه ونشيد الانشاد وفي الاخر حطت الانبياء حطت انبياء كبار بمعنى انه اسفارهم كانت كبيره مش كبار في السن يعني لكن اسفارهم كانت كبيره حطت حطت اشعياء وحط ارميا وحطت حسقيال وحطت دانيال وطبعا مع ارميا كان موجود مراثي ارميا لكنه حط كمان بعد كده الانبياء الصغار اللي هم الاثنى عشر مجموع الاسفار دي مجموع الاسفار دي في الـ في الـ في الانجليزي او الترجمات الاخرى او العربي 39 صفر 39 صفر كويس لما نيجي للعبري مجموع الاسفار لو مسكنا الكتاب العبري اولا لو مسكنا الكتاب العبري وحطينا الكتاب الانجليزي لا نجد كلمه ناقصه فيه يعني بيبدا في البدء وبينتهي بنفس الكلمه عدد الكلمات واحده عدد ال الاصحاحات واحده عدد السكشنز الاقسام واحده فالاختلاف هو في دمج بعض الاسفار مع بعض وعشان كده في الكتاب العبري بنجد انه الاسفار عددها 24 وليس 39 ليه لانه زي ما قلت صموئيل الاول والثاني بالنسبه لعبري هو سفر واحد هو سفر صموئيل كويس بس في قسمين قسم اول وقسم تاني لكن هو صفر واحد ملوك الاول هو ملوك واحد ملوك الاول والتاني هو ملوك واحد يبقى انا عندي دلوقتي اتنين بقوا واحد واتنين تانيين بقوا واحد اخبار الايام الاول والتاني أصحاب بقوا واحد يبقى عندي بدل سته بدل سته بالعربي اللي عندنا في العبري ثلاثه وبعدين اروح الى سفر الانبياء الصغار، 12 سفر الانبياء الصغار بيعتبروا سفر واحد مكون من 12 جزء، كويس؟ فبالتالي عندي آه كل دون آه دول كلهم يعتبروا آه موجودين لكنه اعتبروا في العدد الاصفار اقل، عشان كده يعتبر 24، لكن نفس الاصفار ما اتغيرتش هي هي ونفس الـ 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 المحتوى هو هو. يوسيفوس بقى قال لنا حاجة تاني يوسيفوس ده كان مؤرخ يهودي في القرن الأول قال لنا أن الأسفار العهد القديم ليست 24 زي ما قال أبو مهند لكنها 22 ليه 22 يوسيفوس اعتبر رعوث سفر رعوث بما أنه تم أيام القضاة فهو جزء من القضاة فاعتبر رعوث وقضاء جزء واحد واعتبر أيضا مراثي أرمية بما أن أرميا النبي كتبها بعد خراب أورشليم اعتبرها جزء من رسالة أرميا من سفر أرميا فبالتالي دمج مراثي أيضا مع مع أرميا لكن هم هم ما اختلفوش هم هما نفس الأسفار ونفس المحتوى ونفس الكلمات بالكلمة وبالحرف وبكله موجودة زي ما هي ما فيش عليها أبدا اختلاف شهادة الرب يسوع للعهد القديم ودي شهادة مهمة جدا بتاعة الرب يسوع الرب يسوع شهد على مصداقية وشهد أيضا على أسفار العهد القديم كلها شوف الرب يسوع قال لتلمزاي عموات إيه لما آه قام من بين الأموات وكانوا هم آه طبعا آه يائسين ومحتارين ومحبطين أيها الغبيان والبطيئة القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأنبياء أما كان ينبغي أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده ثم ابتدأ من موسى توراة خذي ومن جميع الأنبياء كويس أنهي أنبياء الأنبياء المتقدمين والأنبياء المتأخرين اللي القسم الثاني اللي بيجي بعد التوراة هو قسم الأنبياء وبعدين يفسر لهم الامور المختصه به في جميع ايه؟ الكتب يبقى الثلاث اقسام هنا عندنا التوراه وعندنا الانبياء وعندنا ايه؟ عندنا الكتب وكان الرب يسوع بدا من التكوين الى ملاخي يتكلم عن انه ازاي العهد القديم زي ما قال الاخ ابو مهند ايضا ازاي العهد القديم كله بيتكلم عن شخص المسيح يسوع. طيب نأخذ مداخلة أخرى من الأخ زيتوني من تونس ألو دكتور عزمي مرحبا بك أهلا وسهلا بك وبيك عايشي بالله مرة أخرى في المداخلة جاوبت بأن سفر التثنية هو معناتها سفر التحذير وأنا قلت لك دكتور عزمي إذا حذر الله من شيء فهو يعلم أنه سيصير هذا الشيء أولا ثانيا أنت قلت هذا دليل يقول نقرا في سفر آه سفر آه العدد والآية 33 و آه آه العدد الإصحاح الثالث والثالث والثلاثون والآية ااا آه 37 على ما أعتقد يقول فصعد هارون الثاني الى جابني ربه عفش قبل الرب ومات هناك هناك في السنه الأربعين لخروج بني اسرائيل من ارض مصر اي ان هارون مات في جبل هو ولكن عندما نقرا في سفر التثنيه والاصحاح العاشر والايه اثنين نقرا ما يلي ماذا يقول؟ وبنو اسرائيل له وبنو اسرائيل له من ابار بني عقاب الى المسيح وهناك مات هارون أنا لا كارون في جبل هود أو في بني قام إلى موسى أولا ثانيا في سفر السماوي الثاني أخ دكتور عزي في الثاني والإصحاح السادس والآية الثالثة والعشرون نقرأ okay. ماذا نقرأ؟ يقول ولم يكن للكاد بن شاور ولد لم يكن لها ولد إلى يوم موتها ولكن في نفس الإصحاح بينما ما في نفس الصفر ماذا يقول في الإصحاح 21 والآية الثامنة على ما أعتقد نقرأ أنت بنت شاول خمسة نبغ فأخذ الملك ابني رفعة ابنة آية الناديني ولدته مالي شاول أرموني وبني وبني آه وبني ميكال ابنة شاول الخمسة الخمسه كويس. الذين ولدتهم لادراكيل ابن برزلي وهكذا نرى في نفس في نفس السفر ان ميشيل كانت بلا ولد وفي اصحاح بين ناس الاصحاح الاخر نجد انها ام لخمسه من الابناء يا يعني دكتور عملي. طيب عايز بقى ثواني ثواني خلينا نرد طيب عليك كويس خلينا نرد عليك يعني طبعا الحاجات دي كلها مردوده يعني ليها ردود لما اتكلم عن موت هارون سواء كان موت هارون في جبل هور او في منطقه سعيد ال 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 الاثنين ما فيش بينهم تناقض ليه لانه انا النهارده لو انت يعني تعرف مصر شويه او تعرف القاهره انا ممكن ابقي ساكن في المقطم كويس المقطم ده جزء من جبل المقطم ده جزء من القاهره لو انا لو انا اتدفنت في المقطم ممكن يقال انه انا اتدفنت ما دفني في المقطم وممكن يقال ان انا اتدفنت في القاهره الاثنين واحد فانت بتتكلم على حته صغيره من منطقه كبيره فممكن اوقات يقول الحته الصغيره وممكن اوقات يقول المنطقه الكبيره يعني لما اقول حضرتك من تونس ده صح لكن لو في انت من تونس جوه تونس جوه تونس لو لو انت من قريه من قريه جوه تونس وقلت لي ان انت من القريه الفلانيه في تونس الاثنين صح مفيش بينهم تناقض فمرة بيقول لي الجبل اللي اتدفن فيه ومرة بيقول لي المنطقة اللي فيها الجبل اللي اتدفن فيه هارون فلا يوجد هنا تناقض نهائي لما تيجي تتكلم عن أيضا ميكال بنت شاول نفس الحكاية هي قبل أن يعني ترتبط بداود كانت متزوجه وكان لها اولاد لكنه من داود ليس لها اولاد فالاثنين صح فالفكره اوقات كثيره حضرتك بتاخد ايه دون ان تاخد دون ان تاخد القرينه اللي بتتقال فيها الايه فمره يتكلم انها يعني من 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 داود لم يكن لها ولد لكنه مرة يقول عندها خمس أولاد لأنه كانت قبل كده متزوجة ولها أولاد فأولادها ليسوا من داود لكنه من شخص آخر فالاثنين صح تعتمد على القرينة أنت لا يوجد هنا تناقض بين الاثنين لكن دايما أخ زيتون احنا بنسعد باتصالاتك وب اه يعني اه حماسك وأتمنى أنه يعني اه الاشياء دي انه انه يعني مش بس ان انت حفظها كتناقضات لكن كمان ليها ردود وليها حلول واكيد قريت عن حلول كثيره ليها لكنه غالبا كل هذه الامور يعني انت مش مش مقتنع بيها الرب يباركك ويبارك حياتك شهاده الرب يسوع على قانونيه العهد القديم لأنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير فبدل ما يقول الكتب هنا قال إيه؟ قال المزامير مرة تاني يعني الرب يسوع في متى 23 قال إيه؟ لكي يأتي عليكم بيكلم هنا الكتب والفرسين لكي يأتي عليكم كل دم زكي سوفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن براخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح يعني إيه من دم هابيل إلى دم زكريا بن براخيا هابيل ذكر في تكوين أصحاح أربعة قصة هابيل وقايين قايين عندما قام على أخيه وقتله في تكوين أصحاح أربعة ففي أول سفر في الكتاب المقدس كويس زكريا بن براخيا رجم في الهيكل في اخبار الايام الثاني اصحاح 24 واخر سفر في الترتيب العبري للكتاب المقدس العهد القديم بالنسبه لليهود هو سفر اخبار الايام الثاني وكان الرب يسوع بيقول من التكوين الى اخبار الايام الثاني بمعنى لو عندنا هنا من التكوين الى ملاخي كل العهد القديم كل ما تم في العهد القديم من إساءة صنعتوها لأنبياء الرب سيأتي وقت ويدين الله هذه الأفعال كلها طيب يوسيفوس زي ما قلت شهد في نهاية القرن الأول الميلادي أنه عدد أسفار العهد القديم هي 22 وقلت ليه لأنه ضم رعوس إلى قضاء وضم مراثي إلى سفر أرمية ماذا عن الأسفار التي اعترض عليها ودي بنسميها انتي لوجومينا بمعنى انه الاسفار اللي تكلم ضدها اعترض عليها. طبعا كان في سفرين كان عليهم تساؤلات وليس هناك اعتراضات لكن عليهم تساؤلات. السفر الاولاني سفر استير. سفر استير ليه كان عليه تساؤل؟ لانه سفر استير هو السفر الوحيد في العهد القديم الذي لم يذكر فيه اسم الله. فبالتالي بالنسبه لليهود طب السفر دون سفر استير هل هو سفر موحى به من الله بما انه كلمه الله لم تذكر فيه ولا لا؟ لكنه اليهود كانوا عارفين انه كل احداث السفر من اول احداثه الى اخر احداثه كان الفاعل الحقيقي فيها هو شخص الله، الله العامل لخلاص شعبه في كل الاحداث تم ولهذا قبل هذا السفر وانتهى النقاش حول هذا الموضوع سفر الثاني هو سفر الجامعة كان فيه يعني عدم فهم بالأخص للنظرة اللي يمكن أقول التشاؤمية اللي موجودة في سفر الجامعة لكنه طبعا سفر الجامعة سفر واقعي جدا بيتكلم انه, إنه باطل أباطيل الكل باطل ولا منفعة تحت الشمس بمعنى إنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله عاش في العالم وعاش من أجل العالم لكنه لم يعش في ضوء الأبدية ما وراء الشمس الذي هو الأبدية لم يعش لله ولم يعش في مخافة الرب قانونية أسفار العهد الجديد بقى كيف وصل إلينا كيف وصل إلينا العهد الجديد قبل ما أتكلم عن كيف وصل إلينا العهد الجديد خليني أخذ مكالمة أخرى ألو السلام عليكم أماني أمال. أمال أمال أهلا وسهلا من أيوة. السعودية. آه. أهلا أيوة وسهلا من السعودية. أنا عندي مشكلة أبغى أعرف يعني عن عن عيسى إنك بتقول إن عيسى هو آه يعني إله. أنا المشكلة أنا أعتقد أن الروح والروح لازم نفرق بين ما خلقه الله من اللي هي الروح ويعني ما في ما في كائن حي يعني هو اللي يعني آه يعني خلقها الله يعني لازم نقدس يعني احنا كل الكائنات الحيه يعني م -م. بهذا المنطق اذا يعني بغينا نفهم يعني يعني الله عيسى نبي من الانبياء يعني هذا الشيء اللي انا بغيت نفهم وثاني طيب. شيء لما بنقوله في القران الله لم يتجلى في الجبل ولا الو الو طيب الخطوة وقع يعني انا سعيد بمداخلتك يا اخت امال واتمنى ان انت تعيد الاتصال مره ثانية هي بتقول انه احنا ليه بنجعل من عيسى اله؟ اولا احنا ما جعلناش من عيسى اله. كويس؟ ولا الكنيسه جعلت من عيسى اله. ولا المجامع المقدسه جعلت من عيسى اله. احنا زي ما اتكلمنا عن قبل كده عن لاهوت المسيح، قلنا انه احنا بنقرا الاناجيل ونتقابل مع يسوع بنشوف هذا الشخص العجيب، بنشوف تعاليمه، ونشوف معجزاته، ونشوف أفعاله، ونشوف صفاته، ونتقابل مع شخص مش ممكن أبداً في كل ما قال وكل ما فعل وكل ما صنع نقدر نحطه في إطار البشر لانه قال حاجات كتيره عن نفسه ما ينفعش انه حتى لو لو احنا قلنا انه عيسى مجرد نبي يبقى احنا جعلنا من عيسى نبي كاذب لانه قال حاجات عن نفسه ما ينفعش انه يتصف بيها نبي فاحنا لم نجعله الى احنا قرينا الاناجيل الاربعه وقرينا عن حياه المسيح وعرفنا انه هذا الشخص اللي عاش من ألفين سنه مش ممكن باي حال من الاحوال ها انه يكون انسان عادي مش ممكن وعشان كده يا اخت امال انا فعلا يعني مهما قلت طبعا من كلام يمكن مش هبقى مقنع ليكي على قد ما انا شجعك انك تقري الاناجيل الاربعه وتسالي وانت بتقري مين هو يسوع المسيح مين هو؟ ليه ليه بيقول الكلام ده؟ ازاي يقول الكلام ده عن نفسه؟ ازاي يعلن هذه الاشياء؟ ازاي يغفر الخطايا؟ ازاي انه يرسل ملائكه؟ ازاي انه هو يقيم الموتى بكلمه؟ ازاي يعمل كل هذه الاشياء؟ وزي ما قلت قبل كده لما الانسان بيبقى صادق مع نفسه ويدرس حياه المسيح بيوصل فعلا الى اقتناع انه هذا الشخص هو شخص عجيب مش ممكن ابدا يوضع كأي انسان عادي او اي نبي عادي عاش على هذه الارض لكن بشكرك من اجل اتصالك والرب يبارك حياتك بعد نشأة الكنيسة بيوم الخمسين كويس كانت الكنيسة الاولى في وعظها وفي تعليمها كانت بتعتمد على العهد القديم يعني العهد اللي كانوا يواظبون على تعليم الرسل كانوا يقروا العهد القديم في ضوء اللي عاشوه مع الرب يسوع المسيح واعلان الله في المسيح يسوع والعهد الجديد خد حوالي يمكن 60 سنه عب لما اكتمل كتابته اغلب اسفار العهد القديم الجديد قبلت يعني اغلب الاسفار بتاعه العهد الجديد قبلت وتنقلت من مكان الى مكان في وقت قصير جدا ولم تجد اي اعتراض عليها سواء من اشخاص او من كنايس لكن هناك اسفار قبلت بسرعه واسفار خدت وقت في قبولها الاسفار اللي قبلت بسرعه او المعترف بها اطلق عليها القديس يوسابيوس اسم هوملوجومينا بمعنى المعترف بها كويس اسفار معترف بها وفي كان عنده سفرين كويس أه السفرين دول كانوا برضو أه عليهم بعض التساؤلات. السفرين السفرين دول اطلق عليهم انت لجومينا او الاسفار اللي, اللي ما زالوا بيتكلموا على قانونيتها. السفرين دول العبرانيين لانه ما كانش عارف مين اللي كتب العبرانيين والسفر الثاني هو الرساله الثانيه لبطرس لانه في اللغه بتاعتها بتعكس أه أه عمق في اللغه اليوناني ومعرفه باللغه اليونانيه كبيره جدا فكانوا السفرين دول موضع تساؤل. ايه اللي بقى جعل الكنيسه تحدد اسفار العهد الجديد؟ ايه اللي جعلها؟ في ثلاث اسباب جعلت الكنيسه تحدد قانونيه اسفار العهد الجديد. اول حاجه هرتقت مارسيون او ماركيون الـ 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 الاسم اللي بيتنطق ازاي الـ الـ الساعة البعض بينتقوا بالكيل بعض بال بالاس او آه السي ف آه لكنه كان كان آه ماركون كان واحد من ال الكنيسة ونادى بأنه الكنيسة منفصلة عن العهد القديم وأنه لابد للكنيسة أن لا يكون لها علاقة نهائية بالعهد القديم فكل الأسفار اللي لها علاقة بالعهد القديم يعني اعتبرها أسفار غير قانونية والأسفار اللي قبلها فقط قبل إنجيل لوقا وقبل عشر رسائل من رسائل بولس أما متى ومرقس ويوحنا و, ويحنى و وأعمال وإلى ورسائل أخرى اعتبرها فيها ارتباط بالعهد القديم فقال إنه إله العهد القديم مختلف عن إله العهد الجديد فبالتالي أصفار العهد القديم لابد أنها تكون مختلفة عن أصفار العهد الجديد دي طبعا كانت بدعة والكنيسة أدانتها واعتبرتها هرطقة ال ال الشيء الثاني اللي سارع في تحديد أصفار العهد الجديد هو انتشار الكتابات الغنوسيه بالاخص عندنا في مصر مكتبه كبيره اكتشفت في نجع حمادي واللي ضمت خرافات كثيره وقصصا غير حقيقيه عن يسوع المسيح منها انجيل توما وانجيل يهوذا والى اخر هذه الاناجيل المنحوله. الشيء الثالث او السبب الثالث قرار الامبراطور دقلينيادوس. دقلينيادوس قال انه هيدمر الكتب المقدسه وبانه سيقتل كل من يحتفظ بالكتب المقدسه ده جعل المؤمنين بقى طب انا انا عندي دلوقتي كتب كتابه فلان وفلان وفلان وعندي متى ولوقا ويوحنا فيحتفظ المؤمن بالاناجيل المقدسه فيموت من اجل الاناجيل المقدسه فبدا الكنيسه تقول ان دي الاناجيل المقدسه دي الكتب المقدسه فبدا الجعل المسيحيين يعرفون اي كتب تستحق ان يموتوا من اجلها دول الثلاث اسباب طبعا في منتصف القرن الثاني الميلادي كان مفهوم الكتب القانونيه مفهوما شائعا. و فاريناوس فيريناوس وتلميذ بوليكاربوس تحدث في كتابه ضد الهرطقه عن الاناجيل الاربعه ويقتبس من سفر اعمال الرسل ورسائل بولس ورسائل بطرس ويوحنا وسفر الرؤيا. فبدات الكتب ال... 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 في القرن الثاني قانونيه الاسفار تبقى امر واضح جدا. لما اجي السفر الوحيد اللي قلت زي ما كان هو موضوع تساؤل كان سفر العبرانيين. أول قائمة طبعًا مش أول قائمة أنا أقول إنه إنه دي القائمة الأساسية اللي اعترف بيها مجمع هيبو في سنة 393 لكن هذه القائمة رفعها أثناسيوس قبل كده كانت كان في قائمة موريتاريون ودي قائمه يعني بتعود الى 190 ميلاديه لكنه القديس اثناسيوس قال انه العهد الجديد بيضم 27 سفر والكنيسه ادركت واعلنت دون علشان يكون ضد الهرطقه ويكون ضد اي محاولات اخرى من افراد او من هرطقات انها تضع تعليم غير التعليم اللي ما بياكد عليها الكتاب المقدس من العهد القديم الى العهد الجديد دي بالنسبه لقانونيه الاسفار فاتنقلنا طبعا الاسفار العهد الجديد اللي بعد كده مع القديم ترجمت القديم ترجم سنه 500 سوري 257 كان اول ترجمه اللي هي ترجمه سبعينيه بعد كده بدات الترجمات والترجمات والترجمات والترجمات, والترجمات. النهارده عندنا ترجمات للكتاب المقدس تتعدى اكثر من 2000 و500 لغه ولهجه على مستوى العالم اكثر كتاب توزيعا وانتشارا في العالم هو الكتاب المقدس اكثر كتاب تاثيرا في تغيير الانسان للافضل هو الكتاب المقدس اكثر كتاب بتكتشف مخطوطات له كل يوم هو الكتاب المقدس اكثر كتاب بيقرا بيقرا في العالم كله هو الكتاب المقدس لمجرد انك تكتب بس بايبل او كتاب مقدس على جوجل شوف المليارات من اللينكات اللي ممكن تظهر على على جوجل فالكتاب المقدس هو كلمه الله الموحى بها الذي حفظها الله الى وسيحفظها الرب الى ان ياتي يسوع المسيح في مجيئه الثاني الى ان نلتقي في حلقه جديده سلام المسيح يكون معكم